رح ننتقل سمر ايضا لفقرتنا الاخيره لليوم والى مساحه جديده بصباحنا. من المعروف انه البدانه بترتبط بزياده الخطر باصابه بامراض القلب ايضا، لذا فيا قد يبدو يعني من المنطق انه نحن نفترض انه الحفاظ على الوزن الصحيحي يقلص من هذا الخطر، او ممكن بحالات معينه يتم القضاء عليه في حال ما في مشكله تانية. لكن الحفاظ على الوزن ضمن الحدود الطبيعية في الحقيقة لا يعني بالضرورة أنه يكون الإنسان عم يتمتع بقلب معافى وسليم. هالتفاصيل كلها وهالمعلومات اللي حتفيدكم رح نعرفها من الكوتش الدكتور جورج معلم. كيفك دكتور؟ صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الطاقة والنشاط. أهلا اليوم. وسهلا فيك. صباح الجمال كمان ما شاء الله عليك. أهلا وسهلا. شكرا دكتور ويسعد صباحك. صباح. دكتور بما أنه عم نحكي عن البدانة، إمتى الشخص يعني بيعتبر شخص بدين؟ خلينا نحكي وارتباط البدانة كمان بأمراض القلب. تمام. هلا أول شيء نحن اليوم من الله راد. تمام. أنا تقريبا لقيت حوالي 6 عوامل مساعدة. نعم. إنه تزيد خطر إصابة بأمراض القلب والشرايين. تمام. هلا إذا رح نبدأ بالبدانة مثل ما تفضلت، البدانة طبعا أول شيء متعارف عليها إنه هي مرض العصر. ليش؟ لأنه بتسبب كثير أمراض، مو فقط إنه الوزن زايد هو مرض، هو بسبب كثير أمراض. معلومة صغيرة بدي أخبركم إياها، طبعا أنتم مستثنيين منها لسبب إنه سلسل النساء ونصف الرجال يعانون من البدانة وزيادة الوزن. تمام. طبعا انتم مستثنين هذا الموضوع اكيد. ف وطبعا مرتبطه اكيد ارتباط وثيق بدون اي نقاش باصابه بكثير امراض، وعلى راسها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، مقاومه الانسولين، وبالتالي يعني لما نحن نقول مقاومه الانسولين يعني وامراض السكري من الدرجه الثانيه. تمام. ف يعني مشكله كثير كبيره نحن بنتخيلها انه ما مستهين فيها او شيء. طبعا معظمنا للاسف نحن بنقول لك زياده الوزن، انا اللي عندي انه حاله مرضيه وانا ما باكل. هلا ممكن في حالات مرضيه اوكي بتسبب زياده وزن اوكي، بس هي حالات قليله جدا. اما النسبه الاكبر هي بسبب طبعا تناول الاطعمه ذات سعرات حراريه العاليه، وما في اي حركه، ما في اي مجهود، ما في اي تمرينات رياضيه. هذا السبب الرئيسي الاساسي الاول. فننتبه على هذه النقطه انه نحن البدانه كثير مساله مهمه. ولاعطيكم انا مثل ما بقول اكزامبل البسيط الصغير يتناسب وزننا مع طولنا. هلا دائما في متعارف عليه مقولة بسيطة، وهي انه نحن بالنسبة للرجال بنشيل المتر من الوزن الانسان. يعني على سبيل المثال سين من الناس طوله متر و80 سنتي. تمام. وزنه الطبيعي المفروض يكون المنطقي، نستثني المتر معناتها الوزن المفروض يكون 80 كيلو زائد ناقص كيلين، ما لها مشكلة. هذا بالنسبة للذكور للرجال، بالنسبة للإناث أو السيدات. مثلا أنا طولي 166، قد إيه المفروض وزني؟ هلا إذا بدنا نحكي المثالي المثالي. تمام. يعني قمة المثالية، بالنسبة للسيدات الصبايا بنشيل متر و10 سنتي. يعني معناتها بدنا نحكي 56 زائد ناقص كيليين. هلا بجوز ناس تقول لك واو كثير قليل. كثير بس تمام. بس لا بس كثير. هلا 56 بيطلع إنه باينة صحة كثير يعني زايد الوزن. لا يعتبر هذا جيد. هلا أنت سمار بجوز وزنك أقل شوي مثالي، ما في شيء، نكون منطقيين. بس أما هذا المتعارف عليه، فأنا فيني أكد لكم بكل بساطة نحن لما نسعى ونشتغل على حالنا إنه يكون وزني متناسب مع الطول اللي هلا حكيت لكم عليه، هيك أكيد أنا أخفض خطر إصابة بأمراض القلب. طبعا يستثنى من هذه المعادلة الرياضيين، وبالذات الرياضيين اللي بيلعبوا بناء أجسام أو قوة أو رفع أثقال، لا هذول بيبقى عندهم وزن عضلي زيادة عن الأشخاص العاديين، فينا نستثنيهم. أما الإنسان العادي مثل ما حكينا بنشيل متر بالنسبة للسيدات، بنشيل متر و10 سنتي بالنسبة للرجال، بالنسبة للسيدات متر و10 سنتي. هي أول عامل مهم جدا، عامل هو البدانة. بدي أحكي على عامل لسه أهمية أكثر بكثير، ودائما نحن بعتقد انه معظم امراض القلب والشرايين بيكون هو له يد فيها وسبب فيها الستريس. للاسف ستريس او الضغوط النفسيه. ما في اثنين ممكن يختلفوا على هي المساله، ما في داعي للعلم، ما في داعي للمعرفه. ستريس عم يعمل كل شيء مو بس قلب. برافو اكيد اكيد سبب كل شيء، سبب كل شيء. بس اما هلا نحن كنا عم نحكي خطر امراض القلب. اي صحيح. الستريس والضغوط النفسيه بيلعب دور مهم جدا جدا جدا. اول سبب بيلعبه هو انه بيساعد على ارتفاع ضغط الدم، او مو بيسبب ارتفاع ضغط الدم. طبعا هي نتيجه طبيعيه لتنبيه الانسان، ونحن مجرد ما نعرف انه صار في ارتفاع ضغط الدم وما نتعالج معناتها سببنا اذى كثير كبير للشرايين وبالتالي. نعم. للقلب. زائد انه بيعمل مشكله وهي بيزيد من كثافه الدم.
تمام. احنا كثير بنعرف لما بصير في لزوجه او كثافه الدم هذا بيؤدي لجلطات بيؤدي لمشاكل. يعني لاحظوا ستريس شو سبب. ناهيك عن المشاكل الكبيره الثانيه على مستوى الاعصاب ومستوى الصحه ومستوى القلب و والمهم ما فيني اخبركم قديش ما هي مشكله كثير كبيره. وكل ما زادت كل ما صار في خطر اصابه اكثر بنوبات القلبيه والذبحات القلبيه، حتى لدرجه يعني للاسف الشديد اذا كانت كثير حاده ممكن تؤدي لوفاه. فما نستهين بالمساله. هلا اوكي بجوز تقولوا لنا انه او نحن نسال بقى انه طيب اوكي كلنا عم نعاني من ضغوط نفسيه وكلنا عندنا هالمشاكل، هذا الشيء اكيد، بس ضروري ضروري جدا نحاول نخففها قدر الامكان. هي الضغوط النفسيه المشاكل النفسيه ما نتخيل هالفتره بس، جزء الفتره زايده يمكن لانه الضغوط بشكل عام الوضع العام ممكن اقتصادي غيره وغيراته ايا كان بغض النظر زايد شوي، بس اما هيدي المساله موجوده من الازل للابد رح تضل. تمام. درجات مختلفه وطبعا بيختلف من شخص لثاني، بس انا اللي عم بحزني نفسي جدا 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 اني عم شوفه عند الشباب بمقتبل العمر، شباب صغير عم نسمع انه عم تصيبه نوبات قلبيه او عم تصير وفاة، عم نقرا دائما اذا لاحظتوا على الفيس او شيء، فبيزعل الواحد من قلبه. طبعا بعيد الشر عن الجميع صغار او كبار، بس انه شاب او صبيه بهيدا العمر تكون عم تعاني من هيدي المشاكل للاسف كثير بحز بالنفس. فبدنا نحاول قدر الامكان انه نحن نحاول نخفف هيدي الضغوط النفسيه بكثير مسائل، وعلى راسها التمرينات الرياضيه اللي هلا كمان بدي احكي عنها. فاحد كمان اتفقنا صاروا هلا عاملين، نحن حكينا على البدانه وحكينا على الضغوط النفسيه، ويا ريت الضغوط النفسيه والستريس نحطها بين قوسين وخطوط حمر لا تقولوا. بس بدي احكي على التمرينات الرياضيه. عدم ممارسه التمرينات الرياضيه للاسف لحد هلا معظمنا نحن بنعرف اهميتها بس ما بنتمرن ولا بنقوم باي نشاط. الانسان خلق ليقوم بنشاط جسدي وبدني، هي حياه الركود والكسل والخمول اللي هلا عم نشوفها بهالفترات هي بالتطور والتطور العلمي للاسف اللي بناخذ بعض مساوئ منه، هو انه اكيد عم يسبب لي مضاعف الخطر امراض القلب. معلومة بسيطة بخبركم اياها، نحن إذا بنمشي يوميا حوالي كيلو لكيلو ونص لمدة 20 عام رح أكسب شغلتين. أول شيء رح يزيد عمري فترة منيحة صدقوني، بغض النظر طبعا أوكي أعمار بيد ربنا أكيد رب العالمين، بس إنه نحكي نحن صحيا حكي إيجابي عم تحكي تماما أكيد صدقوني. سائد إنه نحن شيء أكيد إنه أنا رح أوفر شو بيقولوا الفاتورة الصحية تبعي. تمام. يعني أنا لما أكون عم معافى صحي قدر الإمكان أكيد أنا خففت علاج وخففت زيارة طبيب وخففت أدوية، بجوز يزعلوا الأطباء منا معها، بس إنه معلش أكيد بيريدونا نكون بصحة وما نزورون، مخفف شراء دواء و إلى آخره. فالرياضة شغلة كتير مهمة ضرورية جدا، ما بدها المجهود الكبير، ما بدها المشكلة الكبيرة من مرتين لثلاث مرات بالأسبوع. ما لمشكلة. حاكي بالسابق كتير أنا على المسألة إنه ثلاث مرات بالأسبوع مدة 30 لـ40 دقيقة أي رياضة نحن منحبها، لا على التعيين رياضة نحن منحبها أو أبسط رياضة اللي دائما أنا بقولها نطلع نحن منمشي رياضة المشي، غير مكلفة وغير ما بدها عناء، ما بدها جهد، ما بدها أي مشكلة ولا بدها اختصاصي ولا يعني مسألة كتير بسيطة. فياريت نحن نهتم بهذا الموضوع، لأنه الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة كتير عامل مهم، بتساعد أول شيء على ضغط الدم، وضغط الدم هو المشكلة اللي كتير كبيرة، زائد أنه بترفع من معدل الكوليسترول الجيد معروف بالدم. نحن مثل ما بنعرف عندنا نوعين للكوليسترول، ال HDL وال LDL، بترفع مستوى ال HDL وبتخفض مستوى الكوليسترول السيء على القلب ال LDL. اذا الرياضه والتمرينات الرياضيه او حتى اي مجهود بدني، وكلنا عندنا وقت مشان ما نتحجج نقول ظروفنا وما عندنا وقت. اذا صاروا ثلاث عوامل، حكينا على الرياضه، حكينا على البدانه، حكينا على الستريس. بدي احكي هلا على 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 شو احكي، على حكي على التدخين. شو رايك نحكي على التدخين؟ علما انه كلنا عم نقرقل صح؟ اكيد. لا والله انا على الكورونا انا على بالك انا اللي كنت ما ارقل واحكي على مضار التدخين دائما دائما، بس بين قوسين معلومه صغيره، شافني احد الاشخاص عم ارقل قام صورني قال لي مشان ابعث لك هي الصور وقت طلعت توعظنا على التدخين ابعث لك اياها يعني اثبات يعني الكل عم بيرقل تماما. المهم هلا مو غلط، هو يحبذ لا بس مو غلط كل فتره وفتره ربع ساعة ما لنا مشكلة، يعني كمان احنا ما بدنا تنفيسة برافو، ما بدنا نخلي العالم. بس اما فيني اخبركم كمان التدخين قديش ما هو ما في كمان اثنين يتناقشوا او يحكوا فيه صحيح. على مضاره الكثير كبيرة وبشكل خاص على القلب والشرايين. رح اخبركم انه المدخنين اللي بيدخنوا حوالي الباكيت بالنهار ومعظمنا معظم البشرية معظم الناس عندهم احتمالات اصابة بالنوبة القلبية او بالجلطة الدماغية مضاعفة مرتين. وفي اشخاص اللي بتدخن اكثر من عادل باكيتين يعني 40 سيجارة، انا فيني اكد انه رح ما بالضروره بس انه سبب رح يكون هن رح يتوفوا
بشكل احتمال مضاعف 5 مرات على الاشخاص العاديين. تمام. بدي اخبركم معلومه صغيره كمان بين قوسين، وهي انه بين كل 9 لـ10 اشخاص مدخنين بيعانوا من تصلب الشرايين بشكل متوسط لشديد. تمام. مقارنه بالاشخاص غير المدخنين من 3 لـ10. شوفوا النسبه قديش في فرق، يعني كل 10 اشخاص مدخنين في 9 اشخاص عم بيعانوا من اصابه بتصلب الشرايين، لو هن مو عارفانين او مو منتبهين او مو حاسين، رح يبين بعدين. بينما الاشخاص غير المدخنين ممكن تصيبهم هيدا التصلب بس بنسبه كثير خفيفه كثير ضئيله، هن 3 من 10، ففي فرق شاسع. فانا بنصح انه نبتعد عن التدخين قدر الامكان، او اذا ما فينا نبتعد عنه نخففه قدر الامكان. لا هو بيحل مشكله مثل ما في ناس تقول لك عم بحل مشكله او عم بخفف تعصيبي او الستريس اللي انا فيه، ما بيحل مشكله. صدقوني اذا بحل مشكله بندخن وما عندنا مشكله، بس ما بيحل مشكله. صحيح. اكثر ما هي عاده طبعا، أو سبب رئيسي لإدمان التدخين هو مادة النيكوتين، طبعاً هي مادة سامة جداً. خبركم شغلة عن النيكوتين، إذا بناخذ نحن نقطة صغيرة يعني ما بتتجاوز قد رأس الدبوس وبندخلها على الدم مباشرة على الدائرة الدم بتؤدي لوفاة مباشر، فقديش هي مادة سامة. فأنا بنصح نخفف التدخين قدر الإمكان، أو إذا فينا نقلع عنه أو نبتعد عنه. صاروا 4 عوامل، بدي أحكي عن عاملين كمان معلش. تفضل. بدي أحكي عن عامل هو الملح. الملح هي طبعا هي بالاساس هي ماده حافظه، بيستخدموها ليحفظوا اللحوم والمواد الغذائيه الثانيه. كيف؟ عن طريق ابطاء عمل الانزيمات اللي بتقوم بالعمليات الكيميائيه اللي بتسبب تلف هيدي المواد الغذائيه. فاذا نحن بنحفظ فيها معظم المواد الغذائيه بالذات بالسابق عن طريق الملح بالاضافه للمواد الحافظه الثانيه، بس اما بشكل خاص الرئيسي هو الملح. معظمنا احنا ما بدون ما ننتبه نحن عم نتناول ملح كميات مضاعفه عن اللي احنا بنحتاجها. تمام. يعني خليني اخبركم انه تقريبا متوسط الانسان عم يتناول حوالي 20 جرام ملح يوميا، وهي الكميه بتزيد عن حاجته 10 اضعاف. وكلنا بنعرف لما بتزيد كميه الملح بصير في احتباس سوائل بالجسم، ولما بصير في احتباس سوائل بالجسم في ارتفاع لضغط الدم، وخصوصا عند الاشخاص اللي عندهم قابليه، في اشخاص عندها قابليه لارتفاع ضغط الدم اكثر من غيرها، سواء عامل وراثي او اسباب ثانيه. فنحن ما بنحتاج هذه الكميه ابدا ابدا، وخصوصا ما نخاف نحن اي شيء عم نتناوله من المواد الغذائيه والمأكولات اللي بنتناولها، حتى بما فيه الخضار والفواكه. نعم. تحتوي على املاح. تمام. تحتوي على ملح، فما نخاف ان نقطف، نحاول قدر الامكان نخفف الملح. طيب. معلومه صغيره بخبركم اياها انه اذا نحن بنخفف الملح، هلا اي شخص عم يعاني من ارتفاع ضغط الدم بالذات اذا كان ارتفاع ضغط متوسط، حتى لو عم ياخذ دواء او ما عم ياخذ دواء علاج، اذا بخفف الملح قدر الامكان او يقدر يوقفه لفتره مع شويه رياضه بسيطه، شويه مشي 15-20 يوم او اكثر شوي، بنلاحظ انه انخفض ضغط الدم عنده، فبالتالي ما احتاج لا لادويه ولا لا مشاكل ثانيه يوصلها. تمام. هلا في كثير اشخاص دكتور بيحبوا الدهنه، بيحبوا الاكل كثير فيه دهنه والدسم، مع انه هن سمان في عندهم كمان بدانه، كمان قد ايه بياثر هذا الشيء على القلب؟ وبدنا نصائح اخيره اكيد. في اكيد اكيد مواد الدسمه قدر الامكان، احنا بحاجه لها، جسم الانسان بحاجه لكل المواد الغذائيه بما فيها للدهون بس بكميات ضئيله. نعم. فما في داعي نحن هي المواد الدسمه والسمن والزبد والما بعرف شو واللحوم، فيفضل كمان قد ما فينا نبتعد عنها، لانه من اول اسباب الجلطات القلبيه ولا الدماغيه هي المواد الدسمه الموجوده باللحوم واللحم الحمراء، بالذات اللحم الحمراء. مشان هيك انا هلا بقول انه عفوا العالم عم تحكي تشكي من غلاء اللحم الاحمر، ما نزعل، نبتعد عنها، يا ريت نبتعد عنها صدقوني. عن جد. لانه مهما كانت اللحم الاحمر قطع حمراء، يعني قطع حمراء هي بتحتوي على دهون. انا افضل اللحم الابيض اللي بيقدر يتناوله كمان بغض النظر تماما، اما يفضل انه تكون كميات كثير صغيره، وقد ما فينا نبتعد عن الدهون بكميات كثير ضئيله، جسمنا ما هو بحاجه لهالمواد، لانه الشيء الاكيد مع الوقت طبعا المساله هي تراكميه، اكيد ما هي يوم ليومين رح تسبب جلطات، رح تسبب نوبات قلبيه، رح تسبب زبحات، ورح تسبب كثير مشاكل ثانيه. نعم. تماما. نعم. نحكي على شغله. لا تفضل نحكي على شغله كمان. تفضل. اوكي. رح احكي كمان على موضوع الكحول. في كثير ناس بغض النظر عن نحن نحكي ديني او شيء، بغض النظر نحن عم نحكي هلا طبيا او صحيح. او صحيا صحيح. بتقول لك انه معلش اذا شربت انا شويه كحول يوميا، بالعكس هو مفيد من ومضر من، لا لا فيني اكد لهم انه الكحول تحتوي على مواد سامه بتأذي بشكل كثير كبير الخلايا العصبيه، زائد انه بتجرد جسم من الفيتامينات والمعادن، زائد انه هي بتنشط الفيروس بهذا بكل تاكيد. ناهيك عن مشاكل على مستوى تشمع الكبد والى اخره. نعم. موضوع اخر، اما شيء اكيد
ولو كميات بسيطة أو كميات قليلة إذا كانت بشكل يومي رح تؤدي لارتفاع ضغط الدم. نعم. وكلنا بنرجع بنعود بنحكي إنه ارتفاع ضغط الدم هو عبارة عن مرض ومرض خطير جدا إذا انهمل ما بدنا نهمله لأنه نعم. بيؤدي للتلف للشرايين وبالتالي لأمراض قلب أو بالتالي لنوبات ووفاة. فإذا نبتعد عن الكحول قد ما بنقدر بما فيهم حتى رح أضيف لقلل المشروبات الغازية والسكرية. تمام. حتى مشروبات الدايت اللي كلها عم بيشربوها. حتى مشروبات بما فيه مشروبات الطاقة. نعم. تمام. يا ريت نبتعد عنها قدر الإمكان أو بكميات صغيرة، أما الكحول يا ريت نبتعد عنه بشكل تماما. نعم. ودائما أكدكم إنه الصحة هي أغلى شيء نحن بنملكه. نعم. أشياء بسيطة نحن هلا حكينا عنها، يعني ما حكينا نحن على فكرة شيء كثير معقد صحيح. أو شيء اختراع، شيء يمكن معظمنا بنعرفه. نعم. بس للأسف ما عم نتبع عليه. فأنا بأكد إنه شوية رياضة، رح اختصر المسألة كلها بشوية رياضة، نبتعد عن التدخين أو نخفف منه قدر الإمكان، نخفف من الستريس والضغوط النفسية اللي إحنا عايشين قدر الإمكان، نسمع موسيقى، نجتمع مع أشخاص إيجابيين، نهتم بحالنا، نهتم بصحتنا، نحب حالنا، نرحم بعضنا ونرحم يعني كل هيدي المسائل وهيدي المشاعر، بالإضافة إنه نبتعد عن الكحول ونخفف الأملاح قدر الإمكان، بهيدي المعادلة البسيطة، بهالخمس كلمات البسيطين نحن نوعا ما بنضمن إنه صحة لقدام بشكل عام أفضل وصحة قلبية أكيد أفضل. إن شاء الله يا رب. دكتور يعني مع هالمعلومات وهالإشارات الدقيقة اللي نحن هلأ حكينا فيها بدنا نشكرك كتير، بدنا نشكر المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله يا رب هيك من خلال نصائحك يعني يكون كل حدا وصله الفكرة. بتمنى الجميع أنه يا ريت نلتزم لو 50% بهيدي النصائح. أكيد بنتمنى الصحة والسلامة للجميع، وشكرا دكتور على نصائحك القيمة، وأكيد بنشوفك بحلقة على عيوني.